الدار فلسطين بتنادي على الأحرار فلسطين بتنادي على الأحرار. وهيك صارت الكستنة جاهزة، بس لسه في شي ناقص. المرمية يا محمد. تكرم عيونك يا خالي عم أشرف. صباح الخير أعزائي المشاهدين. نبات المرمية يزرع تقريباً بحديقة كل بيت بفلسطين، ممكن لأنه الناس ببلادنا تعودوا يشربوا مغلي أوراق هذا النبات لوحده، أو حتى إذا كان مخلوط مع الزهورات أو الزعتر أو النعنع، وهو يعتبر المشروب المفضل خلال فصل الشتاء. تعالوا معنا خلينا نتعرف على كيفية زراعة هذا النبات وكيف رح نزرعه بالأرض. يلا معي. لإنبات وزراعة المرمية بنحتاج لعدة أمور. بالبداية بنحتاج لوعاء فارغ ويكون مثقوب من الأسفل لضمان عملية صرف جيدة أثناء زراعة هذا النبات وأثناء نموه. كذلك بنحتاج لبذور هذا النبات اللي هي بهذا الشكل، وأيضا بنحتاج لهرمون تجذير وكذلك للسكن. مغلي المرمية رح نستخدمه، وأيضا التربة الصناعية اللي بنخلط فيها ممكن الحصى موجودة بالطريقة، وحتى الرمل العادي لحتى يكون أيضا في عملية صرف جيد. بنقوم بملء هذا الوعاء بالتراب وبنخلي تقريبا قرابة 20 ملليمتر لسنتي ونص لحتى نقوم بالزراعة. بعد هيك بنقوم أخذ شوية من هاي البذور، ممكن بذرتين لثلاث، وبنقوم برشة على سطح التربة أو سطح هذا الوعاء. مرة أخرى بنحط التربة الصناعية وبنغطي بذورنا، ومن ثم بنقوم بري النبات بمغلي المرمية اللي يعتبر كمطهر للبذور ومطهر لهذا النبات لحتى يمنع الأمراض الفطرية من إنها تصيب هذا النبات. هيك صار النبات جاهز. بنقوم بجلب غطاء بلاستيكي وبنحطه على هذا الوعاء فترة 10 أيام في مكان دافئ لحتى تبلش براعم هذا النبات تنمو. بعد هيك لو نقلناه بأي مكان تحت شباك بالمنزل أو حتى بمكان مشمس تبدأ النبتة بالظهور. مثل ما شايفين المراحل العمرية لهذا النبات، طبعا بنذكر انه نبات بطيء النمو المرمية، فبالتالي نبات البذور بيحتاج من شهر لشهر ونص. بعدها بتكون النبتة بهذا الشكل، وبعد شهرين لثلاث أشهر النبتة إجمالا بتكون جاهزة لعملية الزراعة. طريقة أخرى لإنبات المرمية هي عن طريق التعقيل. بنروح لنبات كبير وبنقوم بأخذ عقلي من هذا النبات من مكان شبه صلب للنبات، وبنتخلص من الأوراق السفلية بهذا أو بهاي العقلي. من ثم بنقوم بوضعها بهرمون التجذير اللي بيكون شكله زي شكل البودرة أو زي شكل الطحين بهذا القدر، ومن ثم بنجهز وعاء موجود فيه تربة صناعية مسبقا وبنقوم بغرسه بهذا الشكل وبنرويه شوي بانتظام لفترة 20 يوم. بعدها تبدأ الجذور بالظهور وبتملأ هذا الوعاء. بهيك صار النبات جاهز. خلونا نروح نزرعه بالحديقة وكذلك نزرعه بالمنزل. يلا معي. زراعة نبات المرمية بحاجة إلى خطوات بسيطة جدا. بالبداية بنقوم بإعداد الأرض بالشكل المناسب وحراثتها، ومن ثم بنقوم بحفر حفرة ملائمة تتناسب مع حجم الوعاء اللي قمنا بإعداده مسبقا. بنقوم بقلب هذا النبات بهذه الطريقة، ومن ثم بنقوم بإزالة هذا الوعاء إذا بنلاحظ أنه جذور النبات جيدة جدا ومناسبة لعملية الزراعة. بعد هيك بنقوم بوضعه بالحفرة وبنقوم بوضع التراب وردم التراب على هذا النبات، وحتى بنقوم بالضغط على هذا النبات لحتى تلتصق جذوره بالأرض. ومعلومة مهمة عن هذا النبات إنه هو نبات معمر وبيتحمل العطش، ممكن بالصيف كل أسبوعين نقوم بريه مرة واحدة، وبالشتاء نقوم بريه كل شهر مرة واحدة. يلا معنا خلونا نحصد نبات المرمية. المرمية بتدخل بكثير صناعات مثل الصابون، العطور، الأدوية وحتى مواد التجميل، ولكن دورها المهم حالياً نروح نشرب شاي مع الحج. يلا معي. تفضلي يا خالي مشرف. الله ماسك هالريحة، يسلموا ايديك. وديك يا رب. ومثل ما بيحكي المثل، الشاي بالميرمية بيرجع الحج صبية. شاركونا بأسماء هذا النبات اللي بتعرفوها، وإلى لقاء قريب.